أعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل أن نتائج تعيينات وزارة التربية ستظهر بعد مدة أقصاها أسبوعين. وقال السهيل في بيان له إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرر أثناء اجتماع مجلس الوزراء أن يكون موعد إعلان تعيينات التربية قبل انتهاء شهر رمضان، وأضاف أن الآلية المتبعة للإعلان والتعامل مع نتائج التعيينات في وزارة التربية سيكون وفق ما تقدمت به الوزارة في وقت سابق، وليس كما دعت له مجالس المحافظات.